إذا اليوم غادي نتكلموا على المشاكل اللي كتكون على مستوى الأظافر، كيتغير بعض المرات اللون ديالها، كيقدر يتغير الشكل ديالها. غنتكلموا على الأنواع ديال هاد المشاكل، شنو الأسباب ديالها وشنو العلاجات. لكن اللي لاحظت دكتور مرتقي من ضمن الرسائل الكثيرة اللي كنت وصلت بها، هما الناس اللي تيكون عندهم داك الضفر الصفر، يعني اللون ديال الضفر ديالهم كيتبدل وكيولي صفر. حنا غادي نتكلموا على مختلف الألوان. كاين الناس اللي توصل عندهم الضفر مثلا حتى المستوى ديال أنه تيولي داك الضفر مثلا كحل او التي تولي فيه الكحوليه. مازال غنتكلموا على هذا الشيء، غنتكلموا على الناس اللي تيقول لك بلي الظفر كيقدر يتشقق او لا كيتهرس. ولكن هذه المساله ديال تغير اللون منين كتجي، خصوصا الا كان اللون ديالو صفر؟ اذا خصنا نعرفوا اولا وقبل كل شيء بانه الظفر وهو تيعكس الصحه ديال الانسان. اذا واحد الظفر اللي هو ديال الانسان اللي تيكون اون بونيطا، يعني ما عنده حتى مرض، تتكون واحد لا طابليت كي غوز تتبري، تيكون ليس، يعني ما تيكون فيه لا تشققات، ما تتكون فيه لا كولوراسيون ديالو غوز، ما تيكونش اللون ديالو صفر او لا اللون ديالو كحل اسود ولا كحل. اذا خصنا نعرفوا بانه كاين بالنسبه للامراض ديال الظفر، كاين تنقسموها الى ما هو دي تروبل مينور، يعني لاشياء اللي تتكون بسيطه من بيناتها هاد لا ديسكولوراسيون، يعني تكون تغيير في اللون او لا ما يسمى بلو تيرم ميديكال لا كرومونيشي، دونك وهو تغيير ديال اللون ديال الظفر، يقدر يكون جون، يقدر يكون اسود. كاين الناس على حساب الشغل ديالهم، مثلا غير الناس اللي تيكونوا تيكميو، الناس اللي تيدخنوا بزاف، يقدر يكون تلاحظوا واحد التغير في اللون ديال الاظافر ديالهم. الناس اللي تيكونوا مثلا ولا السيدات اللي تيديروا داك لو فيرني، داك لو فيرني اللي تيكون خاصه داك الصفر ولا لورونج، الصبغه ديال الظفر، الصبغه ديال الظفر مع المده، يمكن انه يكون عندهم واحد التغير في اللون ديالو. ولكن هناك امراض اخرى اللي تقدر تعطي اللون اصفر. كاين واحد لو سيندروم ما يسمى بلو ليلو سيندروم، واحد المرض ديال الاظفار الصفراء، وهو تيكون فيه مشكل ديال الريه، اللي انت عندهم تيكونوا تيختنقوا، تيكون عندهم مشكل ديال التنفس، تيكون مشكل ديال في السمع. هذا واحد لو سيندروم اللي تيكون تيبان في الاناج واحد السن شويه مبكر. نعرفوا حنا اطباء اخصائيين في امراض الجلد. وكاين هناك امراض اخرى بكتيريه تعفنيه اللي تقدر تجي تؤدي الى تغيير اللون، مثلا لي شامبينيون ديال الظفر، هما يمكن يعطي واحد اللون صفر في اللون، تكون انطاش جون، ومع المده لما تعالجت تيكون عندنا واحد لاطابلي تبدا تغلاض ومن بعد تبدا تفرتت. كاين كما شرحتي للاخت عفاف، وهو تتكون ما يسمى بديك لاطابلي، تقدر تكون ثقبه، يعني بحال داك لو دي اكود تسمى لي زونغل بوكسي، الناس اللي عندهم الصدفيه، اذا تيكون الصدفيه تصيب الاظافر. هناك امراض اخرى اللي تخصها لا شيروجي، اللي خصنا نفتحوا عليها باش نقادوا الظفر، مثلا كاين دي تيمور، واحد الله يستر، امراض اللي تتكون في الداخل ديال ديك لا غوبلي تحت هذاك ديك الثنيه ديال الظفر الاولى، تيكون فيها واحد الامراض او واحد دي تيمور اللي خص الطبيب اوبليجي انه يحل هذيك البلاصه ويشوف لا ماتريس اشنا هو اللي مركز عليها، شنو هي لا تيمور اللي كاينه، وتتم الاستئصال ديالها. هناك امراض اخرى مثلا لا بولات، نعرفوا بانه غير لا بولات تاع لعبه تقدر تصيب الاظافر. المشكل ديال لو دي دوبلومون ديال لي زونكل، هو من كنقدروا نصنفوه بلي تروبل مينور اللي تنشوفوا خاصه عند كثره عند السيدات. علاش؟ لانهم هما تيكونوا اكثر عرضه لانهم تيكون يديهم في الماء بزاف، هما تيكونوا عرضه اكثر لي ديتيرجون، تيخدموا بزاف مواد تنظيف وداكشي، وزائد انهم هما اكثر عرضه لانهم اون فوا بليس دانيمي، فقر الدم عند لا فام وعند لوم. اذا هادو هي الاسباب اللي تتخلي انه يكون عندنا هذاك لو دي دوبلومون. كاين امراض اخرى اللي هي مثلا امراض كونجينيتال، اللي تيكون مثلا عندنا واحد الخط ترونزفيرسال في الظفر، ما يسمى بلو لين، لي لين دوبو. كاين واحد لا مرادي اللي تنعرفوها حنا تسمى لا مرادي دو داغيي، اللي تيكون عنده مشكل في الشعر وعنده مشكل في الاظافر، يعني الاظافر اللي هو تيبان لك راه ظفر بسيط، عضو بسيط، ولكن راه عنده واحد الوظائف مهمه، وعنده حتى واحد الدور مهم في التشخيص ديال واحد الامراض اللي تقدر تكون داخليه وتنشخصوها حنا من خلال المرض ديال الظفر.